الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في الحلقة الثالثة في برنامج حلم الرشاقة. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن موضوع النصايح وايه هي السلوكيات الخاطئة اللي احنا بنرتكبها وازاي نعدل من ده ونعمل شوية نصايح على اساس ان شاء الله نبتدي في موضوع علاج السمنة. كنا ختمنا المرة اللي فاتت عن موضوع الفاكهة قبل الاكل وما تشربش في وسط الاكل وقلل من سعراتك الحرارية. النهاردة هنتكلم عن موضوع دلوقتي انا جايب اكل من بره، رايح اشتري مشتريات من بره، اوعى تشتري اكل ابدا وانت جعان ابدا، هتلاقي نفسك بتشتري حاجات هي مش لازماك ومش هتشبعك ومش هتستفيد منها باي حاجة وكلها مسليات. فدايما تبقى رايح تجيب الاكل بتاعك او تحط في الثلاجة الاكل بتاعك وانت الاكل اللي يناسبك بس، اللي هو لازمك بس، لكن ما تجيبش حاجات مش لازماك. ماشي، ابعد عن المسليات. وخلي بالك طبعا اول لما تروح تلاقي نفسك ان انت عايز تشتري اكل زي كده وانت جعان، هتلاقي نفسك بتشتري مسليات، بتشتري شيبسيهات، بتشتري ايس كريم، بتشتري حاجات زي كده كتير والمياه الغازيه. وطبعا هتلاقي نفسك عطشان فعايز تشرب الحاجات دي، هتفتكر ان الحاجات دي كلها مش هتاثر على الدايت، بالعكس السعرات الحراريه للحاجات دي للاسف هي كبيره جدا. فلازم تبقى عارف كويس قوي اللي انت بتشتري ايه عشان تشتري الحاجه دي. قبل ما اشتري اي حاجه طبعا انا مش هبقى عارف كل حاجه سعرات الحراريه قد ايه، طب هي مفيده ولا مضره، طب انا لسه ما تابعتش مع دكتور، طب انا عايزه ابتدي دلوقتي، طب اعمل ايه. وانا بشتري اي حاجه بتبقى الحاجات دي معظمها معلب، ابتدي اقرا السعرات الحراريه على كل حاجه انا باخدها، ابتدي اعرف يكون عندي جدول للسعرات الحراريه او الدكتور اللي انت متابع معاه يكون مديك جدول للسعرات الحراريه، تبقى عارف انت كم ليك كم سعر حراري مثلا في اليوم تبتدي تكمل عليه، تبتدي تبقى عارف ايه الحاجات اللي ممكن تاخدها سعرات الحراريه كويسه او حتى عاليه وفي نفس الوقت ما تضرش جسمك، تبقى عارف الفرق ما بين الزيوت ما بين السمن ما بين الاكل اللي انت هتاكله ده، لو كان مسلوق لو كان مشوي لو كان مثلا مقلي الفرق ما بينهم ايه. ده كله هيفرق معاك. لازم وباكد على النقطه دي بالذات ان انت تكون متابع مع طبيب متخصص، لان هو هيبقى عارف بالظبط طريقه اكلك، انت عايز تاكل ايه، الرياضه حتى اللي هتمارسها، الحاجات دي كلها هتفرق مع الدكتور. فلازم تبقى متابع مع طبيب متخصص. العلاج الجماعي دايما افضل من العلاج الفردي. دلوقتي انا رايح اخس، لو يكون معايا حد قريبي يكون افضل بكتير من ان انا اكون لوحدي، هيشجعني، لو خارجين مع بعض هناكل اكل معين، مش هنلخبط في الاكل، هنتحدى بعض، روح التنافس دي هتفرق ان انا اخس اكتر الاسبوع ده، لا طب انا لا خسيت اكتر. فده كله بيفرق في موضوع العلاج الجماعي افضل بكتير من العلاج الفردي. دي احد النصايح. برضو لما تقوم من على الاكل لازم تكون موقف اكلك نهائيا، يعني ما تتسلاش، ما تدخلش الاكل مثلا وتقعد تتسلى فيه، ده غلط نهائيا. وانت قاعد بتاكل ما تتفرجش على التلفزيون، ما تشوفش مسلسل معين، ما تتفرجش على حاجة تكون شداك، هتلاقي نفسك بتنسى نفسك، لا التلفزيون ولا الكمبيوتر بالشكل ده. لازم تبقى عارف كويس قوي كمية الاكل اللي بتاكلها، لازم تكون مش بتتسلى، لازم تكون قاعد قدام لازم تكون قاعد مركز ان دي بس السعرات الحرارية اللي كافياني، وبعد كده تقدر تقوم تعمل اي نشاط بعد كده يناسبك. ايه الاكل اللي ممكن نبعد عنه نهائيا اللي احنا داخلين في الحميه او في الرجيم؟ المقليات. انا دلوقتي عندي مثلا عايز اكل بطاطس، مع ان النشويات بتاعه البطاطس عاليه، لو مسلوقه مش تبقى عاليه زي لو كانت مقليه، فايه المانع ان انا اغير من ده لده؟ ولو خلاص الحت عليا نفسي ومش قادر اتحكم في ده يبقى نقلل على قد ما نقدر لحد ما نتعود ان الاكل بتاعنا يبقى سليم وصحي. الخضروات والسلطات هي اكتر حاجه، الخضروات والفواكه والسلطه هي اكتر حاجه انا بهتم بيها في الشراء بتاعي، يعني انا نازل دلوقتي اشتري كميات كبيره من الاكل، طيب بدل ما اجيب اكل مثلا مش هيلزمني سعرات الحراريه عاليه، ايه المانع ان انا اجيب اكل يكون شويه سعرات الحراريه اضعف، يكون مليان بالالياف، يكون صحي اقدر منه لو قدرت ازود الرياضه، يكون جسمي خلاص الكوليسترول بتاعه بدا يقل في الدم، الايس كريم لان طبعا احنا في الصيف، المياه الغازيه، الحاجات دي كلها بتفرق معانا، لازم نبطل الحاجات دي كلها. المخبوزات، المخبوزات والناس بتحبها وفاكرين ان هي مش فارقه كتير عن اي حاجه تانية، يعني مثلا الفينو غير العيش غير العيش الاسمر، يعني انا افضل دايما الخبز الاسمر عن الخبز الابيض على اساس ان الخبز الاسمر بيبقى فيه رده، والرده بتساعد على الشبع وده بيحسن الهضم وده بيخلي كميه الاكل اقل، فده بيديك سعرات حراريه برضو اقل. دي كلها من ضمن النصايح اللي المفروض نمشي عليها. الحركه والمشي، المجهود، المشي هي افضل رياضه دايما لما ابتدي رجيم ابتدي بيها، ولو انتهيت انتهي بيها.
في ناس كتير بتخاف لما تيجي تزود الرياضه، ان هي ناس كتير جات لي قالت لي انا يا دكتوره كنت متابعه في الرياضه وبعدين اول لما سبت الرياضه تخنت تاني. هو الحقيقه الموضوع مش كده، هما بيبقوا الموضوع مثلا كل يوم بيمارسوا رياضه، كل يوم جايين على نفسهم قوي في الاكل وفي الرياضه، وفجاه سابوا كل حاجه مره واحده، فبيبتدوا يتخنوا، عضلاتهم اللي بدات تبقى قويه بتبتدي تخف تاني. الموضوع مش بيبقى كده، الموضوع بيبتدي تدريجي وبرده بينتهي تدريجي. يعني انا مثلا بدات في الرياضه دلوقتي، ابتدي بالمشي الاول، النهارده مثلا تلت ساعه، بقت نص ساعه، تلات ايام في الاسبوع بقت بشكل ثابت. لو عملت مثلا رياضه في جيم او احد المراكز المتخصصه مفيش مشكله ان انا اتابع مثلا تلات مرات في الاسبوع، بس تبقى رياضه لايت، حاجات خفيفه، مفيش داعي ان انا الجا للحاجات العنيفه اللي ممكن تسبب بعد كده مشكله في جدار البطن او في مثلا عضلات البطن تترخي بعد كده، يبقى انا ما استفدتش حاجه. يبقى الافضل عشان امارس الرياضه افضل ان انا اداوم عليها، وحتى لما اسيب المركز المتخصص اللي كنت ماشي فيه على رياضه اقدر امشي انا تلات مرات في الاسبوع نص ساعه، مفيش مشكله خالص. طبعا قبل ما تمارس اي رياضه، قبل اي شيء، تبقى عارف كويس قوي، تلجا للدكتور بتاعك، لان في بعض الناس عندهم خشونه في المفاصل، دول ما ينفعش مثلا يطلعوا على العجله، ده بيسبب خشونه اكتر. يبقى الدكتور لازم يبقى عارف كويس قوي ايه الرياضه اللي تناسب جسمك وايه النشاط اللي يناسبك، ويومك ماشي ازاي، طريقه اكلك ازاي، في ناس بتفضل الغداء ازاي، الفطار ازاي، العشاء ازاي، ده كله هيبقى فارق معاك كتير جدا. فلازم يبقى معاك طبيب يبقى هو مستشارك في كل حاجه عنك وعن اكلك وعن شخصك تمشي معي في موضوع الرياضة وفي موضوع الأكل وفي موضوع النصايح ده بالذات. لازم تمشوا على كل حاجة أنا قلتها لكم دي، هتفرق معاكم كتير. ماشي، موضوع التسالي ابعدوا عنها نهائيا ما بين الأكل وبعضه، زي ما قلت لكم المسليات ما تبقاش أكل. ليه لازم نتسلى بأكل؟ ممكن نتفرج على برنامج، ممكن نتكلم في التليفون، ممكن نقرأ، ده كله بيبقى فارق معايا. لو طول ما أنا قاعد لازم طبعا بطني برضو تبقى مشفوطة، دي كلها الحاجات دي كلها بتفرق، هي عادات بتبقى أفضل. امارس الرياضه ما بين ان انا قاعد مثلا على مكتب ما بين فتره والتانيه، لازم اتحرك، طريقه اكلي تختلف، الفاكهه دايما قبل الاكل، السلطه في وسط الاكل، الميه نتجنبها، المياه الغازيه لا قبل ولا بعد الاكل، ويفضل حتى الدايت لا، لانه للاسف الشديد برضو بيسبب انتفاخ. كل الحاجات دي لو بطلناها الموضوع هيفرق معنا كتير. نهتم دايما بالفاكهة اللي فيها الياف زيادة، ونبعد عن الفواكه اللي سكرياتها عالية جدا. لازم برضو نبعد عن الاكل المسبك، ولازم نبعد عن المواد الدهنية، ولازم نبعد عن زيادة الملح في الاكل، لان برضو الملح والسكر قريبين من بعض في مشاكلهم في زيادة الوزن. فلازم كل الحاجات دي نبعد عن مخاطرها. الاهم من ده كله اكل الاطعمة الجاهزة، اكل الاطعمه الجاهزه دي اكتر حاجه ممكن تزود في الكوليسترول. طبعا كلنا بنبقى بره طول اليوم، بتلاقينا بناكل في اي مطعم للوجبات الجاهزه او السريعه، ده غلط نهائيا ولازم نهائيا نبعد عنه. لما تيجي تاكل برضو وجبتك لازم تاكل ببطء فظيع، واستمتع بكل لقمه انت بتاكلها عشان خاطر تقدر يبقى عندك اراده اكتر من كده في موضوع الرجيم. فنبعد برضو عن الوجبات الجاهزه، نبعد عن المكسرات، المكسرات كويسه بس كترها برضو بيعمل مشكله الدهون دي، الا منها كويسه جدا ان احنا نقلل منها، دي ممكن تزود تنشط الذاكره شويه، لكن عشان نزود منها دي كلها تعتبر من المسليات اللي للاسف برضو بتؤدي في الاخر للسمنه. فلازم نتجنب كل الحاجات والسلوكيات الخاطئه اللي احنا ماشيين عليها، ونبتدي دلوقتي بدايتنا في ان احنا نعالج السمنه، بدايتنا ان احنا يكون عندنا اراده ان احنا نتخلص من المرض ده، نتخلص ونحافظ على جسم كويس، مظهر كويس، وفي نفس الوقت صحتي تبقى افضل. فعشان كده كل النصايح اللي انا قلتها دي واكتر منها لازم تهتموا بيها ان شاء الله، على اساس ان ما يبقاش فيه بعد كده مرض السمنه ده نتلاشى نهائيا، ونبتدي خطوه جديده في حياه وصحه افضل ان شاء الله. وموعدكم ان شاء الله في الحلقه القادمه مع معدل الحرق والعوامل المؤثره عليه واعراض نقص الماء بالجسم، ان شاء الله هبتدي بيها المره الجايه. انتظروني في الحلقه القادمه ان شاء الله مع برنامج حلم الرشاقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.